السلام عليكم. وصول صحيح. لا مش عالي انا. عندك عندك وقفوا الدريب قص زيدوا ارسلوا له مدريد قد اللقاء حيدو حيدو دراري دراري ديروا الطريق كيف كتشوفوا معايا متابعي قناه سو تي في وصول الدفعه الاولى من لقاح كورونا الطرف الملكي كتشوفوا الان على الصوره الطرف الملكي المباشر هاي هاي هي 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 الكره هي هي الكره كتشوفوا تحت الاجهزه الامنيه مكثفه كتشوفوا معنا متابعي قناه سو تي في حنا مباشره من مدينه المحمديه لحظه وصول الدفعه الاولى من لقاح كورونا تحت تعزيزات امنيه مكثفه وبحضور رئيس المنطقه الامنيه ومندوب وزاره الصحه بالمحمديه والاطر الصحيه والسلطات المحليه كذلك كتشوفوا معنا متابعي قناه سو تي في حنا كتوزونا من رجال الشرطه وكذلك الملك الملكي الذي صاحب هذه الشرطه المركز الصحي الحضري بالعاليه كيف كتشوفوا معنا متابعي قناه سو تي في تعزيزات امنيه مكثفه وصول الدفعه الاولى لقاح كورونا او الشرطه الاولى من هذا اللقاء بسبب الرجال كما تلاحظون حراسه مشدده كيف كتشوفوا معنا متابعي قناه سو تي في حنا كتوزو مباشره من مدينه المحمديه لا تحت تعزيزات امنيه مكثفه طريق طريق مشددة لوصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا إلى الملف المحمدية شوف شوف تعزيزات أمنية مكثفة
الاخوان والاصدقاء لتامين وصول الدفعه الاولى من لقاح كورونا. كنتم معنا متفقا نسو تي في. كتبوا معنا متابعينا نسو تي في. تحت تعزيزات امنيه مسدده دار الامن الوطني وقوات المساعده والدار الملكي وسيد مندوب وزاره الصحه. كيف كتشوفوا معايا متابعي قناة سو تي في، وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا تحت تعزيزات أمنية مسددة هنا بمدينة المحمدية بحضور مندوب وزارة الصحة ورئيس المنطقة الأمنية والسلطة المحلية قوة المساعدة أعوان السلطة رجال الأمن.
احمد لازا سعيد. قناة شوف تي في كيف كتشوفوا متابعي قناة شوف تي في هنا حضور رجال الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة مذكورين على المجهود الكبير اللي كيقوموا به رجال الدرك الملكي والامن الوطني وقوات المساعده طيله الايام ديال كوفيد. هنا باش كتبان الروح المواطنه كيف كتشوفوا هنا رئيس المنطقه الامنيه كل شيء واقف عن قدم وساق بس الامور تدوس على احسن ما يرام. مجموعة الساكنة المجاورة فرحانة كتسمعوا الزغاريت
في سريه المركز بتاعت الملك الجديد. ان شاء الله بهذا اللقاء كتشوفوا معنا متبقى هذا شفتي فيه الحضور الامني لحماية وتأمين الشحنة الأولى من لقاح كورونا. هنا حضور السيد مندوب وزير الصحة. شكرا لتتبع قناة شوف تي في، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله. شكرا لكم.